فضائل الذكر هي مغفرة الله سبحانه وتعالى للذاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. يبقى مغفرة الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. شوف، يعني من فضائل الذكر أن الملائكة تلتمس من يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كمثل هذه الجلسات الربانية التي نجلسها الآن، يعني يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والملائكة تحفنا بأجنحتها والله سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني نادوا على بعضهم: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتجيب الملائكة يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحونك سبحان الله، يحمدونك الحمد لله، يمجدونك تمجيد الله وتعظيم الله والثناء عليه، ويكبرونك أي الله أكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيسألهم الله سبحانه وتعالى: فما يسألوني؟ يعني هؤلاء الذين جلسوا يذكرونني ويسبحونني ويحمدونني ويمجدونني ويكبرونني، ما يسألونني؟ ما هدفهم؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة، يسألونك الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف لو أنهم رأوها؟ فكيف لو أنهم رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله سبحانه وتعالى: فمما يتعوذون، مما يتعوذون. فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوا النار؟ فتقول الملائكة: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. فيقول الله سبحانه وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت له. فهنيئا لنا بمغفرة الله سبحانه وتعالى. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني يا رب ده في واحد هو في الأساس لم يأتي، يعني لا للصلاة ولا للاستماع لدرس علم ولا لذكري، ده ممكن في واحد بس كده مثلا اتصل عليه بالتليفون وقال له تعالى نتقابل في الايه في المسجد فجاء، او سمع مثلا ان في اكرام في المسجد يوم السبت فجاء. يا رب ده مش فيهم، ليس منهم. فيقول الله سبحانه وتعالى:
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، طالما دخل فيهم لا يشقى بهم جليسهم. شوف يعني حتى مصاحبة الصالحين ومصاحبة الأخير، يعني الملك بيقول لله سبحانه وتعالى يا رب فلان هذا ليس منهم ليس فيهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لا، تشمله الرحمة وتشمله ليه المغفرة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم طالما جلس معهم، وطالما أنهم يعني وسعتهم رحمتي فهم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الله سبحانه وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.